بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. راح إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن العلاج والعناية التمريضية عند المرأة الحامل المصابة بمرض السكري. طبعا يجب إدخال الأم الحامل للمستشفى في الشهر الثالث من الحمل، وذلك لتقدير كمية السكر في الدم والمحافظة على كمية السكر بالدم أيضا. وأيضا يجب على المرأة الحامل مراجعة الطبيب المختص أسبوعيا بعد الشهر الثالث، وذلك لأن كمية السكر غير ثابتة وفي هذه الفترة، وتزداد يعني تزداد بصورة مستمرة مع تقدم الحمل. وأيضا يجب عليها مراجعة مسؤول التغذية العلاجية أسبوعيا، وخاصة يعني بعد الأسبوع 16 من الحمل. وأيضا يجب عليها مراجعة طبيب النساء عند الإصابة بالزكام أو علامات الحمل الصباحية مثل القيء والقثيان، ويعني تلافيا لبعض المشاكل التي تحدث أثناء الحمل، وغالبا هذه المشاكل تتأثر بهذه الأمراض. وأيضا يجب إدخال المريضة للمستشفى في الشهر 36 من الحمل، وخاصة الأم المصابة بالقيء، وغالبا يكون بسبب تسمم الحمل وارتفاع ضغط يعني الجسم. ويجب على الطبيب السيطرة على ارتفاع السكر في هذه الفترة، وتجنبا يعني للمضاعفات اللي راح تصير في المستقبل، أو يعني قد تحدث بعض الأمراض في الجنين. وأيضا محاولة تعجيل الولادة بولادة صناعية أو عملية قيصرية، أو يعني قد تجرى هذه العمليات في الأسبوع 36 أو 37 من الحمل، لمنع يعني أي مضاعفات في مثل موت الجنين أو موت الأم. أيضا قد تسبب هذه الحوادث في هذه الفترة، لهذا يجب على الطبيب مراعاة هذه الظروف. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.